الصرف الوطني وحياة كريمة ووزارة التضامن يطلقون حملات تنموية شاملة بعنوان إيد واحدة. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة إيد واحدة تستهدف خدمة 1.5 مليون أسرة الأكثر احتياجاً. التحالف الوطني حملة إيد واحدة تستهدف توفير الدعم الغذائي والنقدي والخدمات الصحية والتوعوية. وزارة الداخلية تعلن مدى فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر. وزير الإسكان يتابع الاستعدادات بمدينة رأس الحكمة لبدء تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية. وزير التموين والزراعة يبحثان تحديد أسعار استرشادية مجزية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية. المتحدة إطلاق اسم أحمد رفعت على أحد فرق كابيتانو مصر وتخصيص جائزة باسمه. الأرصاد انخفاض في الحرارة يصل لـ3 درجات على شمال البلاد حتى الصعيد.